السلام عليكم بنات، مرحبا بكم. اليوم معايا في هذه الوصفة جديدة. اليوم غادي نشارك معكم واحد الفكرة كنديرها، او لا واحد ما عرفتش شنو نقول لكم. المهم الفيديو ديال هذا النهار غادي نوريكم كيفاش كنوجد واحد صلصة طماطم غير بالقشور ديال الطماطم. عادة انا فاش كنقي الطماطم ما كنلوحش القشرة، كنبقى جمعت بحال هكا كما كتشوفوا. هادو راه كانوا عندي في الفريغو، كنجمعهم حتى كنحصل هكا على كميه كبيره. عاد غادي نطيبها. هذه القشره ديال المطيشه كما كتشوفوا، دائما فاش كنبغي نقي مطيشه كندير واحد هكا بلاستيك غذائي، كنقي فيه القشره كنخبعها في الفريغو حتى كنجمع هاد الكميه اللي كتشوفوا، ومن بعد كنطيبها كما غادي نوريكم. كنحتاج هكا لواحد الكوكوت او طنجرة، غادي نوضع فيها هاد القشور ديال المطيشة. سواء حكيتوها ولا اي قشرة بقات عندكم، غير المهم ان تكون نظيفة. كتغسلوها هكا مزيان بالخل. هكا غادي نديرها حتى تذوب. هادي عاد غادي نزيد من هادي. غادي نخليها حتى تذوب تنزل، وعاد غادي نزيد عليها داكشي اللي بقى ليا. هذه راه ما كنديرش معاها حتى شي قطره ديال الماء، كنقص عليها البوطه وكنخليها هكا في عافيه مهيله حتى كتنزل. من بعد غادي نتلاقى معكم باش غادي نوريكم كيفاش كنوجد هاد صلصه الطماطم غير بالقشور ديال الطماطم. انتما كتشوفون بعد ما سخنات الكوكوت مزيان، شوفوا شحال الماء كيطلق الا كيبان لكم. دابا غادي نزيد هذه الكميه ديال اللي بقات لي. وغادي نسد عليه ملي تبدا الكوكو تصفر، غادي نحسب واحد 5 دقائق وغادي نطفي عليه باش نكمل معكم هاد الصلصه هادي. بعد ما كنطفي عليها غادي نستنى عليها واحد شي شويه تبرد وعاد نطحنها. رديتها هنا في واحد الاناء اخر باش تبرد دغيا. دابا غادي نطحنها. نكمل هذا الطحين ديال هاد المطيشه نطحنها كامله، وغادي نرجع معكم باش ما نطولش عليكم الفيديو. بعد ما كنطحنها كما كتشوفوا، دابا غادي نصفيها. غادي نجيب واحد الصفايه هكا تكون شويه واسعه، من بعد عاد غادي نعاود نصفيها. الصفايه تكون رقيقه على هادي او مضيقه على هادي. غادي نجيب واحد سباتيل باش غادي نعاونها تهبط دغيا.
الشوائب كلها كتبقى الفوق، هاد الزريعة وهاد القشرة. المذاق اللي كيكون في هاد القشرة البنات راه احسن من المطيشة نفسها، كيكون فيها واحد المذاق كتجي لاصوص ديالها احسن من ديال المطيشة. غادي نحيد هاد القشرة، غادي نلوحها وغادي نجي نكمل هاد الكمية هادي اللي عندي. كنستمر بهاد الطريقة حتى نكمل هاد الكمية كلها اللي عندي. نتوما كيما شفتو راه ما درت لها حتى شي قطرة ديال الماء، راه طابت غير داك الماء اللي طلقات. غادي نجيب واحد الاناء اخر باش نعاود نزيد نصفيها، حيت كما كتشوفوا مازال فيها شويه ديال القشره، وغادي نرجع معكم. جبت واحد الصفايه هكا تكون رقيقه على الاولى، واحد الاناء خاوي باش غادي نعاود نزيد نصفي هاد لاصوص. صافي كنستمر بحال هكا حتى كتهبط كلها، و الا كانوا شي شوائب كيبقاو الفوق، شي قشره الا بقات ولا شي زريعه الا داز، كلشي كيبقى الفوق. كتهبط هكا لاصوص مقيه لتحت، وكما شفتوا معنا او كما شفتوا معايا هنا خرجت كمية مهمة ديال لاصوص غير من القشرة د مطيشة. فأنا كنصحكم تجمعو هاديك القشرة د مطيشة، راه كتنفع وكتخرج هكا لاصوص كتكون لذيذة أحسن من مطيشة، كتكون أحسن من اللب د مطيشة. كتنفع بزاف ديال الحوايج هكا، تقدروا تصايبوا بها لاصوص ديال لي بات ولا لاصوص بيتزا، ولا ديروها في الحريره ولا تخليوها هكا. انا كنخليها هكا في الثلاجه فوق ما بغيتها تلقاها موجوده، وكتصبر ما كتخسرش دغيا في الثلاجه لتحت، ولا ما ديروها في الفريغو راه ما كتخسرش دغيا. ديروا لها غير شي شويه زيت هكا في القرعه الفوق، في الفم ديال القرعه باش تسدوها، فهي كتبقى 7 ايام هكا كتبقى مزيانه في الثلاجه، وكتلقاوها موجوده ما كتبقاش كل مره كتحضروا هكا لاصوص. كما عرفتوا طاحت عليا اقتصاديه، محتاجيتش ليها حتى الحبة وحدة المطيشة. فكنتمنى يعجبكم الفيديو ديال هاد النهار، وكنتمنى لكل واحد عجبو ما ينسانيش بلايك، وإلا عجبتكم القناة تشتركوا باش يوصلكم كل جديد. وكنقول للناس الجداد مرحبا بكم، مرحبا كاع اللي اشترك معنا جديد. نكمل دابا انا هاد لاصوص، هادي نصفيها كلها ونرجع معكم. صافي كنبقى نصفي حتى كيبقى هاد
هادشي شويه هذا ديال القشره صافي كنحيدو. هانتوما كتشوفو هاد لاصوص هادي كتكون فيها كيكون فيها واحد اللون هكا زوين هكا احمر. كما كتشوفو هادي هي لاصوص ديالي البنات. هادي هي الكمية اللي حسيت عليها ثم كما كتشوفو خاطرة. انا ما درتش معاها حتى شي حاجة ديال التوابل او ما نسنتهاش حيت غادي نخليها هكا حتى نبغيها على حسب على حسب الاستعمال اللي غادي نستعملها. اما بيتزا غادي نزيد لها شوية الزعتر اما الحريرة غادي نديرها هكا ولا لي بات هي غادي نزيد لها شوية ديال الزعتر مع التوابل ديال المعجنات. هذا هو الفيديو ديال هذا النهار كنتمنى يكون فادكم وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوه مع ولا تبارطاجيوه مع المعارف ديالكم اللي تعم الفائده. وكنتمنى تجربوها راه رخيصه وزوينه وما تلوحوش من اليوم ما تلوحوش القشره ديال الطماطم استفدوا منها راه هي فيها فوائد احسن من الطماطم بحد ذاتها. والى فيديو قادم ان شاء الله ما تنساوش تشجعوني اذا عجبكم هذا الفيديو واشتركوا في القناه وما تنساو لياش لايك. بالسلامه عليكم البنات الى فيديو قادم ان شاء الله.